الملف الرابع في موضوع تسمم التنظيم يا حضرات بيحمل عنوان تسمم القائد، وهو تحت إشراف أستاذ دكتور ممدوح رفاعي وإعداد إبراهيم رضا، أحمد وصفي، أسامة عبود، صقر محمد، محمد دهيس، أحمد رمزي. هذا اللي هو الملف الرابع يتكون من عدة عناصر فرعية، هي تعريف القيادة السامة، سلوكيات القيادة السامة، القيادة السامة وبيئة التقلب والالتباس والتعقيد والغموض، نتائج القيادة السامة، التخفيف من آثار القيادة السامة، وده من خلال إما تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية.